طيبة أوفياء إخباريات التلفزيون الجزائري، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الظهيرة. ملفات متنوعة أطرحها للنقاش والتحليل رفقة ضيوف هذا العدد. المستهل خلق فرص الشغل ورفع نسبة إدماج المنتسبين للوكالة الوطنية للتشغيل وتوسيع الاتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية أهم محاور النقاش في ملفنا الأول. في ملفنا الثاني، الثروة الغابية مخزون اقتصادي مهم لإنعاش عديد الشعب الإنتاجية. نتطرق اليوم لمشاريع استغلال النباتات الطبية بولاية تلمسان. في ملفنا الثالث، المرافقة أو المراقبة المستمرة للمؤسسات المصنفة وتأثير أنشطتها على البيئة. في ملفنا الأخير، نقف مع آفاق الاقتصاد الثقافي وآليات تشجيع الاستثمار. إلى هذه المواضيع مواضيع ووقفات إخبارية طيلة عمر هذا المباشر إلى غاية الخامسة. الوكالة الوطنية للتشغيل سعي حثيث لبلورة آليات تتماشى مع التوجهات الكبرى للحكومة. التكفل بانشغالات الشباب من خلال جهاز منحة البطالة الذي أقره رئيس الجمهورية وتمكينهم من مناصب شغل دائمة. فرع الوكالة لولاية بومرداس إصغاء لانشغالات الشباب وهمزة وصل بينهم وبين عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية. هذا وتعتبر مؤسسة هندسة الكهرباء العامة من بين 40 مؤسسة ناشطة في مجال المناولة الصناعية والتي تحتاج لأيدي عاملة مؤهلة. المتابعة في هذا الروبورتاج من توقيع عبد العزيز عليم. الجودة، الإدماج الكلي والتصدير، رهانات مؤسسة صناعة المعدات واللواحق الكهربائية بخميس الخشن بولاية بومرداس، والتي تنتج سنويا قرابة 50 مليون وحدة. فبداية كسب الرهان كانت بتوفير 200 منصب شغل من أصل 700 منصب مبرمج. كاينة فرص عمل وها الشركة نتاع الدوجية وفرت لنا مناصب شغل كثيرة، وننصح الشباب أن يتقدموا إلى المراكز التكوين المهني للتحصل على شهادات. شكر الشركة هذه اللي وفرت لنا مناصب شغل وزيادة نكتسبوا خبرة كثيرة في مجال حقن البلاستيك. التحقت بالمؤسسة هذه منذ 7 أشهر، كانت مؤسسة قدمت لي فرصة عمل ثمينة. فور التخرج صرت لقيت منصب شغل. بصنعها المسجل بعشرين صنفا من مختلف الوحدات المتعددة الاستعمالات الكهربائية كالقواطع والمآخذ ومصابيح الإنارة، تعد المؤسسة دعامة للمناولة الصناعية للحد من الاستيراد وتغطية السوق الوطنية عبر نقاط البيع والتوزيع. عندنا 20 عائلة منتجات، وفي الكل عندنا حوالي 300 قطعة. عندنا السيرفيس انجيكسيون، عندنا سيرفيس اسومبلاج، عندنا اوسي ليمول نخدموهم ونريباريهم لهنايا عندنا في الوزين. عندنا منتوج يعني مسوق في 58 ولاية بنظام نقط بيع. قدرنا نفسه بمنتوج تاعنا ماركات نقولوا حتى عالمية من حيث الجودة والسعر. خرجوا يعني في العام حوالي 30-35 مليون قطعة. مجال الصناعة الكهربائية، هذه المؤسسة من بين 13 مؤسسة ناشطة في ولاية بومرداس، وهذا العدد مرشح للارتفاع. ومن بين المؤسسات المناولة تعتبر من بين 40 مؤسسة تنشط في المناولة الصناعية في ولاية بومرداس. مؤسسة هندسة الكهرباء العامة بولاية بومرداس تسجل علامة رائدة للمنتج الوطني تمكنه من ولوج الأسواق الدولية من خلال التمهيد لشراكة تصدير مع 6 دول إفريقية. بالفعل المنتوج الوطني قدرات تنافسية عالية بفضل أيضا الأيدي العاملة المؤهلة المتوفرة في الجزائر. سنتحدث عن الوكالة الوطنية للتشغيل، عن فرع بومرداس، عن الجهود والآليات المبذولة من أجل إدماج أكبر عدد من الشباب في مناصب شغل دائمة. للإفاضة والإثراء أسعد باسمكم جميعا بالترحيب برئيسة الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل لولاية بومرداس السيدة زهيرة قسام. سيدة قسام، مساء الخير. مساء النور سيدتي،
مرحبا بك سيدتي. إذن ولاية بومرداس فرص استثمارية كبيرة، قدرات هائلة، وأيضا موريد بشري مهم. بداية، هل لك أن تضعين في قدرات هذه الولاية خاصة من ناحية اليد العاملة؟ نعم سيدتي، في البداية لقد وضعت الدولة استراتيجية جديدة من أجل النمو الاقتصادي وتطوير التطور الاقتصادي، ومن أجل خلق مشاريع كبرى التي تؤدي بدورها إلى خلق يد عاملة، تستقطب يد عاملة. والوكالة الوطنية للتشغيل جزء من هذه، تأخذ بهذه الجزء من هذه الاستراتيجية التي تهدف بدورها إلى المساهمة في تطوير من جانب التشغيل. فننتقل إذن إلى ولاية بومرداس. ولاية بومرداس هي إحدى ولايات المركز الجزائري التي تطل على شريط ساحلي يمتد على 80 كيلومتر من كيلومتر، تتربع على مساحة 14,145,668 كيلومتر مربع، ويقدر عدد السكان تاعها بمليون وربعمائة واحد وأربعين ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانين نسمة، منهم الشريحة النشطة 536,232 نسمة. بالنسبة للتقسيم الإداري لفرع الوكالة الفرع الولائي للتشغيل، يشمل على ملاحق، خمس ملاحق هي ملحقة بومرداس، ملحقة برج ملاين، ملحقة الدلس، ملحقة خميس الخشنة، ملحقة جيد، ملحقة ثنية. أما فيما يخص الحوض الاقتصادي فلها حوض تشغيل كبير، يعني نعم. بالمناسبة أنت قلت أنها ولاية ساحلية، إذا النشاط السياحي مزدهر، هي أيضا ولاية فلاحية بامتياز طبعا، وحتى يمكنها أن تكون ولاية صناعية بالنظر للمشاريع الصناعية الكبرى. نعم، هذا ما يبينه بالنسبة لبطاقة المؤسسات في ولاية بومرداس 13,485 مقسمة كالتالي: عدد الهيئات المستخدمة في القطاع العام 230 مؤسسة، في القطاع الخاص 13,195 مؤسسة، في عدد الهيئات المستخدمة في القطاع الأجنبي 77 مؤسسة، وعدد الهيئات المستخدمة في القطاع المختلط 10 مؤسسات، أي أجنبي ومحلي. جيد، وكلها موزعة عبر مختلف قطاعات النشاط طبعا. سيدة قسام، لو نعود إلى آليات الوكالة الوطنية للتشغيل، عدة آليات تهدف كلها من أجل إدماج الشباب والحصول على منصب شغل دائم. نبدأ بجهاز منحة البطالة، كيف كان العمل مع هذا الجهاز الذي استقطب عددا كبيرا من الشباب وكان سببا رئيسا في خروجهم من دائرة البطالة؟ بالنسبة بالإضافة إلى أجهزة مختلف التجهيزات الأجهزة التشغيل السابقة، هناك جهاز جديد متمثل في منحة البطالة. فهذا الجهاز ليس هو منحة، ولكن هي منحة قبل التشغيل. يعني الشاب راح في الفترة التي يبقى بدون، ولم تتوفر لدينا عروض عمل في الوقت الحالي، يستفيد من هذه المنحة. أو وكذلك نستطيع التوجيه تاعو لعملية تكوين في حالة من خلال هذا الجهاز. واضح. نستطيع إعطاء بعض الإحصائيات التي سجلناها فيما يخص عدد البطالين، عدد الشباب البطال المستفيد من منحة البطالة طبعا. على المستوى الوطني بلغ عدد الشباب المستفيدين من منحة البطالة أكثر من 2 مليون شاب، موزعين عبر الولايات 58 للجزائر وبولاية بومرداس طبعا. وهذا يدخل ضمن جهود الوكالة من أجل التكفل بانشغالات الشباب. طيب، سوف نتعرف على الرقم بعد قليل سيدة قسام. الآن حبذا لو نواصل مع آليات التشغيل بولاية بومرداس والتي تقدمها الوكالة للشباب. هناك كذلك آلية تمثل في الإدماج المهني. نعم،
عملت إدماج مستفيد من جهاز المساعدة للإدماج المهني. اقتربنا من نهايته من إدماج كل خاصة في القطاع الإداري. جيد. أما في القطاع الاقتصادي العمومي بقي على المستوى الوطني 95% من عقود الإدماج تم تسويتها بشكل نهائي. بالفعل لأنه في الولاية تاعنا 96% ولم يبقى في الإدماج الإداري سوى عدد ضئيل جدا. أما بالنسبة للجهاز الاقتصادي العمومي بقي لدينا 16 موظف في إطار الإدماج المهني. أما القطاع الاقتصادي الخاص بقي لدينا 118، ونحن نعمل دائما بالمرافقة تاعو إلى غاية الإدماج تاعو النهائي، ذلك طبعا بالاتصال بالمؤسسات والتحفيز تاعهم نحو الإدماج تاع الشاب هذا لأنه عنده تحفيزات أخرى يتحصل عليها، بالإضافة إلى في حالة أو ننتقل إلى نوع آخر من عقود الإدماج. طيب، الوكالة الوطنية للتشغيل الفرع الولائي لولاية بومرداس وتجميع الفروع عبر كل ولايات الوطن من التوظيف أو طلبات العمل الكلاسيكية إلى منحة البطالة إلى أيضا عقود الإدماج أو التسوية. سيدة قسام، حدثيني عن هذه الميكانيزمات. نبدأ على بالإدماج الكلاسيكي ثم تحدثنا عن منحة البطالة وأيضا تسوية عقود ما بعد التشغيل. بالنسبة للتسوية في حالة وجود عروض عمل، نعم، هناك طرق أدت إلى التسريع في عملية الإدماج. في احنا لدينا ما يسمى بالرقمنة. في الوقت الحالي عندنا جهاز وسيط يقوم بعملية معالجة العرض في ثواني. أعطيني المراحل، كيف يقوم الشاب بالتسجيل في الوكالة ثم كيف يتم توجيهه إلى حين معرفة قدراته وحصوله على المنصب؟ هذا سيدتي يتم من خلال الاستقبال تاعو من طرف مستشار تشغيل، يتم المقابلة، ومن خلال هذه المقابلة نستطيع يعني معرفة توجيه هذا الشاب، هل نستطيع توجيه إلى إذا كان هناك عروض عمل طبعا نوجهه مباشرة إذا توفر فيه الشروط، وإذا كان نوجهه عرض عمل ويقوم ينصب. أما إذا لم تتوفر فورا مثلا عرض مناصب شغل تسجيله، وإذا توفر فيه شروط تاع البطالة نعطي له منحة، هذه المنحة، وفي انتظار وإذا أو يستطيع مثلا مستشار تشغيل وجهه باش يدير تكوين قبل عملية الإدماج تاعه. طيب، التسجيل في الوكالة يتم كما ذكرت بشكل رقمي بعد رقمنة كل العلاقة بين الشاب والوكالة عن طريق جملة من المنصات. كيف تتم هذه العملية؟ طبعا الشاب نقوم بعملية الاستقبال تاعو من طرف مستشار التشغيل، كان هناك وثائق، طبعا الوثيقة الأولى هي بطاقة التعريف الوطنية، يقوم بتسجيله في المنصة وإعطاء جميع المعلومات اللي من خلال المقابلة هذه. يعطي جميع المعلومات تاعو مثلا لهذا المستشار التشغيل، وهنا تبدا العلاقه بين الشاب والوكالة. الى حين ان يحصل على منصب العمل. سوف نتعرف على مزيد من التفاصيل، ابقي معي سيده قسام، اعود اليك بعد قليل. مشاهدينا، الان حان موعد الثالثه الاخباري، نتابع هذا الموعد لاخر المستجدات الوطنيه والدوليه ثم نعود لمواصله فقرات الظهيره، ابقوا معنا.
العودة مشاهدينا إلى بلاتو الظهيرة. أعود إلى رئيسة الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل لولاية بومرزاس سيدة زهيرة قسام الحاضرة معي في البلاتو. سيدة قسام مرحبا بك مجددا. قبل قليل كنا قد تحدثنا عن بومرزاس وعن آليات الوكالة من أجل إدماج أكبر عدد من الشباب في سوق العمل، الحصول على وظيفة دائمة. كنا نتحدث عن علاقة الشاب بالوكالة منذ فترة التسجيل إلى حين حصوله على منصب شغل. يقوم أحد مستشاري طبعا الملاحق المحلية للتشغيل باستقبال طالب العمل من خلال محادثة، إجراء المحادثة مع مقابلة يستخلص هناك نتائج، يا إما نتيجة يعني مقابلة، يا إما يقوم بتوجيهه إذا كان هناك منصب عمل متوفر يتوافق مع مؤهلاته. نعم. يقوم بتوجيهه لمصلحة معالجة عروض العمل لتوجيهه في منصب عمل. أما إذا كان أو توجيهه إلى جهاز آخر، مثلا أناد جهاز المقاولاتية يقوم بإنشاء مؤسسة إذا كان تناسب مع مؤهلاته أيضا. إذا لم مثلا إذا وجدنا هذا الطالب عمل ما عندوش مؤهلات، يقوم بتوجيه أيضا لإجراء عملية تكوين. وفي هذه الفترة قبل عملية التكوين إذا كان مثلا مراكز تكوين لم تفتح ولا الدورات، في هذه الفترة إذا توفر فيه شروط منحة البطالة فهو يوجه إلى مصلحة الخاصة بمنحة البطالة ويقدم ملفه ويستفيد من هذه المنحة إلى غاية وجود عرض عمل يتناسب مع مؤهلاته أو إنهاء عملية التكوين تاعه. جيد. الوكالة الوطنية للتشغيل بولاية بومرداس تمكنت من إدماج أكثر من 11400 شاب في مناصب الشغل الدائمة، أليس كذلك؟ نعم. كيف تم ذلك مقارنة بعدد عروض العمل وعدد طلبات العمل التي هي في ارتفاع؟ نحن نعلم الكثافة السكانية لهذه الولاية. كما قلت الأخت الكريمة بأن هناك نمو ديموغرافي نظرا للمنطقة السياحية وتوجه لها جميع الفئات حتى الظروف الطبيعية تاعها، ومنطقة يعني جميلة يعني الناس كل تحب تستقر فيها، بالإضافة إلى مؤخرا نظرا لوجود جهاز جديد اللي هو منحة البطالة ارتفع عدد طالبي العمل. حتى هناك يعني بدون نلقاو عدد كبير بدون مستوى من طالبي العمل من هذه الفئة. تم تسجيل لكن أكثر من 88,000 طالب على مستوى الوكالة في سنة 2022. جيد. تم تسجيل 88,725 طالب عمل. عندنا عروض العمل اللي تحصلنا عليها من مؤسسات متواجدة عبر تراب ولاية بومرداس 11400، استطعنا تنصيب 7544 منصب. مؤسسات يعني أهم المؤسسات اللي راهي تنشط وجهنا لها هذا وجهتنا العروض العمل وجهنا لها هؤلاء المقترحين. هي عندنا شركة مثلا الوطنية للهندسة المدنية والبناء، عندنا شركة سال غزال، نذكر القطاعات، قطاعات النشاط، قطاعات اقتصادية صناعية هي من تستقطب الآن الشباب وهي التي توفر أيضا. نعلمكم سيدتي مؤخرا تم إنشاء فضاءات من أجل خلق مناطق صناعية. جيد. راح تخلق فيها مؤسسات صناعية أخرى من أجل استقطاب يد عاملة. وبالإضافة إلى علمكم أن هناك مؤسسات قامت بعملية توسعة لمؤسسات تاعها، كانت مؤسسات ديجا يعني راهي موجودة، دركا راهي تتوسع
وحنايا بعد الزيارات الميدانيه اللي مصالحنا الى كانت عندهم نقولوا دي بريفيزيون ان شاء الله خلال السنه هذه 2023 راح يكون عدد لا باس به من التنصيبات في هذه المؤسسات. جيد، وهنا لابد ان نتحدث عن علاقه الوكاله بهذه المؤسسات، كيف يتم بناء ذلك الجسر من التواصل حتى ان كل عروض التشغيل تتم عن طريق الوكاله والمنتسبين للوكاله هم من يستفيدوا من هذه المناصب؟ احنا الاخت الكريمه عندنا مستشارين مكلفين باستقبال طالبي العمل، وعندنا مستشارين مكلفين بالاهتمام بعارضي العمل. طبعا يا اما بالاستقبال تاعهم بمقرات مصالح مختلف، المصالح تاعنا موجوده على مستوى الملاحق المحليه، او عن طريق الزيارات الميدانيه لهذه المؤسسات. جيد، هل من تحفيزات لهذه المؤسسات؟ طبعا لها تحفيزات. مثلا احنا عندنا مؤسسات التي تتعامل يعني معنا دائما، يعني التعامل تاعها يتم هذه اصبح تقليد علاقتها بالوكالة. طبعا هذا ما اريد قوله الاخت الكريمه، قلت او عن طريق الزيارات الميدانيه لهذه المؤسسات. بعد في حاله مثلا مؤسسات يعني جديده النشاه، نقوم بزيارات ميدانيه للتعرف على المؤسسه، على عدد مثلا ناشطين فيها، واذا كان عندهم مناصب شغل راح مثلا، خاصه كي نشوفوا مشروع جديد ماذا بينا نروحوا نتنقلوا ليه باش نتحصلوا على اكبر عدد من عروض العمل. والحمد لله في الاونه الاخيره هناك حركه كبيره في الاستثمارات يعني على مستوى ولايه بومرداس، وحنايا متاملين ان شاء الله راح نوفي وعد تاع مثلا تاع طالبي العمل اللي داروا فينا ثقه وجاو سجلوا. سنه 2023 ستكون سنه للتشغيل خاصة لحاملي منحة البطالة. بالطبع الأخت الكريمة، مؤخرا عندي أرقام عدد بالنسبة لعدد المستفيدين من منحة البطالة، عندنا 40024 على مستوى ولاية بومرداس. على مستوى ولاية بومرداس عندنا المفاعلين اللي راهم حاليا يستفيدون، يعني راهم فاتوا داروا نقولوا وفات داروا البيمون تاعهم. عدد توقيفات طبعا لاسباب عديده، منها بلوغ السن مثلا 40، كي يبلغ السن 40 او المراه تزوج وزوج تاعها عنده دخل يسقط الحق في الحصول على يعني احد الحقوق طبعا الموجوده التي اقرها القانون. بالاضافه عندنا توقيفات ايضا مؤقته. جيد، هذا عند التاكد او التحقق من بعض المسائل التي او جيد. الاعلان عنها ومتابعة طالب العمل لم يصرح عليها سابقا، ومتابعه ومعالجه كل هذه التفاصيل والحيثيات وحاله كل حاملي منحه البطاله حاله بحاله اكيد تتم عن طريق المنصات الرقميه. وهنا اريد ان نعود للحديث عن الرقمنه قبل ان ننهي هذا الحوار. منصه فرصتي تالقت وحصلت على جائزه اولى سيدتي. تفضل. في هذا الإطار أود أن أعلمكم سيدتي أن هناك جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 خاصة بمسابقة القمة العالمية بمحور تصفيات تكنولوجيات المعلومات والاتصال، ولقد تم اختيار منصة فرصتي هو التي شاركت به الوكالة الوطنية للتشغيل، ولقد تم اختياره من بين 900 مشروع مقدم و 360 مشروع مرشح للتصويت عبر الانترنت، وبعد الانتقاء لاكثر من 1.5 مليون صوت تم الادلاء به وتحصل المشروع على العدد الاكبر من الاصوات. بهذه المناسبه اهنئ كل اطارات الوكاله الوطنيه للتشغيل على راسهم المدير العام مديره الاعلام والتسيير المعلوماتي وكل التقنيين على مستوى الوكاله الوطنيه للتشغيل. جيد، اذا اكيد هذا
حافزا من أجل مرافقة الشباب الدائمة حتى الظفر على الوظيفة. علاقة الوكالة بالشاب تبقى دائما مستمرة حتى عند حصوله على منصب شغل. تفضلي فقط باختصار شديد حتى تقدمي رسالة أيضا للشباب من أجل التواصل مع الوكالة من أجل الحصول طبعا على منصب شغل. أضيف فقط على فيما يخص الرقمنة. نعم. الوكالة الوطنية لديها تتطور بالإضافة إلى أنها قامت سابقا بتوفير كل التجهيزات وعملية التكوين لمستشارها ليسيروا عملية التطور. وفرت أيضا خدمات اللي هو الوسيط، خدمة منوفر وعرضي يسمح لطالب العمل بالاطلاع على عروض العمل، خدمة وكالتي مون أجونس باش المواطن طالب عمل يعرف الوكالة الملحقة تكون عنده علاقة بالوكالة الجوارية. طبعا كذلك هناك خدمة أخرى هي مرسال عن طريق هذه اللي تقوم الوكالة الوطنية باستدعاء طالب العمل عن طريقها. كلمة ختامية في الأخير. نشكركم على الاستضافة. ونحن نشكرك على الحضور وأيضا على كل هذه التفاصيل السيدة زهيرة قسام، أنت رئيسة الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل لولاية بومرداس. شكرا. مشاهدينا مستمرون دائما معكم إلى موضوع آخر. الآن تتواصل لليوم الثاني الأبواب الوطنية المفتوحة حول ترقية وتسويق تصدير المنتجات الجلدية والأحذية تحت شعار الجلود الجزائرية موروث راق ومنتجات تنافسية. التظاهرة تعرف مشاركة ما يقارب 100 عارض من مختلف المؤسسات الجزائرية المتخصصة في صناعة الجلود. الوحدة الجزائرية للجلود ومشتقاتها بولاية باتنا واحدة من بين 5 مدابغ عبر الوطن تسعى إلى ترقية المنتوجات الجلدية داخل الوطن وخارجه. الروبورتاج ليونس لتحلديب. باتنا للجزائرية للجلود ومشتقاته واحدة من بين 5 مدابغ منتشرة عبر الوطن، مصنع يعالج يوميا ما يزيد عن 1500 وحدة من جلود الظأن والماعز للحصول على منتجات جاهزة للتصدير، وكذلك التصدير بمبلغ 363 ألف دولار إلى اتجاه إيطاليا. احنا المشكل تاعنا اللي هنا اللي رانا نعاني منه هي المادة الأولية. احنا رانا ناميليوري في لي برودوي اللي رانا نخدموا فيهم اكتيالمون، رانا عندنا دي برودوي بور سيمي فيني بور ليكسبورتاسيون، كاين لي برودوي اللي رانا ناميليوري في او نيفو دو لوكال. من الدبغ إلى إعادة الدبغ، فالصباغة فمنتوج مصنع ونصف مصنع يصدر إلى عديد الدول الأوروبية ويستهلك محليا لصناعة الأحذية والأفرشة. الجلد هذا تخرج من لونغار تكلاصا، نجيبوها هنا نلوحوها هنا في ليكودراز، عندها العملية نتاعها هذيك، نحلوا لها الماء ونلوحوا لها دي برودوي، ومن بعد تهبط نستفوها، وغدوة يجيو الخدامة يديروا لها تشوف لوبيراسيون هذي تاع لونشو هذيك، تقعد ربع سوايع، من بعد نحيو الصوف وحدها والجلد وحدها، الجلد اللي حول لهنا نعاود نرجعوه في ليكودراز. والصوف اللي في لونغار منيت جزء يبقى هنا في ندير له تريتمون هنا في على مستوى الوحده، نخرجوا بهم دي زارتيكل واحد اخرين كما اللي يروح للاحذيه، اللي يروح للالبسه، اللي يروح للمبلومون. مصنع يصدر سنويا ما يزيد عن 60 ألف وحده ويشغل 80 عاملا بصفه دائمه، يسعى الى زياده الطاقه الانتاجيه وولوج اكبر الاسواق العالميه. إلى مجال آخر الآن. الجزائر ثروة غابية مترامية الأطراف، ما ينم عن مخزون هائل من الثروات النباتية التي يمكن لها أن تكون قاعدة لتطوير جملة من المشاريع، خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الغابية. العينة اليوم من ولاية تلمسان بقدراتها الاستثمارية الواعدة خاصة في مجال تطوير مشاريع استغلال النباتات العطرية. لمزيد من التفاصيل
التفاصيل والتوضيحات يلتحق بنا من المحطة الجهوية لولاية وهران السيد سنوسي بدي محافظ الغابات لولاية تلمسان. سيدي مساء الخير، أهلا بك. يا مساء النور، أنتم مشكورين على الاستضافة، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. بداية سيدي، هل لك أن تعطينا نبذة عن المساحات الغابية بولاية تلمسان؟ كما تعلمون ولاية تلمسان من بين الولايات ذات طابع غابي وفلاحي، تتوفر على تضاريس مختلفة منها الجبال ترارة أو جبال تلمسان. هناك خط ساحلي يقدر ب 80 كيلومتر وخط حدودي يقدر ب 170 كيلومتر، بها 20 دائرة و53 بلدية. تقدر المساحة الغابية لولاية تلمسان حوالي 238 ألف و820 هكتار. هذه المساحة مقسمة على المناطق الشمالية للولاية والمناطق الجنوبية للولاية. كما تعلمون تتوفر على منطقة سهبية ذات مساحة تقدر ب 189 ألف هكتار. هذه عبارة عن أراضي عارية، نحن اليوم قمنا باستغلال هذه الأراضي وإعادة الاعتبار لهذه المناطق الرعوية والسهبية. جيد سيد بدي، أكيد كل هذه القدرات الطبيعية الهائلة تختزن قدرات استثمارية كبيرة، هل لك أن تضعنا أيضا في صورة الاستثمار الغابي بولاية تلمسان؟ فيما يخص الاستثمار الغابي، وخاصة احنا قمنا بإنشاء بعض المحيطات سيدي بيريمتر. هذه المحيطات مختصة في غرس النباتات الطبية والعطرية بهذه المناطق الجنوبية، خاصة منطقة بلدية العريشة بدائرة سبدو. هذه المنطقة قمنا بإنشاء هذه المحيطات وقمنا بتوزيع بعض الأراضي على بعض المستثمرين، وين قاموا بعملية حفر الآبار، وقاموا كذلك ب وهم الآن يحاولوا باش مع السلطات الولائية والمديرية المصالح الفلاحية لتزويدهم بالكهرباء الذي هو ضروري في عملية الإنتاج هذه النباتات. جيد، لو نتحدث دائما عن النباتات العطرية، كيف يتم تحديد الأصناف التي يمكن أن تحول للنشاط الإنتاجي أو الصناعي وبالتالي توجيه المستثمرين نحوها؟ فيما يخص الاستثمار، هناك هذه منطقة سبدو وبالضبط بلدية العريشة، هي منطقة غنية بالنباتات الطبية بأمثال، نذكر على سبيل المثال الخزامة وهي لافوند. هناك نباتات عطرية أخرى كالشيح والزعتر، هناك نباتات ثانية تدخل في المواد الصيدلانية والكوسميتيك. احنا الآن مع المستثمرين نحاولوا باش نطوروا هذه وتثمين هذه النباتات الطبية، إلا هناك عائق تسويق وعائق ترويج نوعا ما قليل بهذه المنطقة. وما ننساش نذكر هناك مشتلة تجريبية على مستوى العريشة، هذه المشتلة فيها حوالي 70 هكتار، وين قامت محافظة الغابات لولاية تلمسان بالتنسيق مع جميع تلمسان والمستثمرين بوضع هذه المشتلة التجريبية، وين كانت نسبة النجاح تقريبا 90%. ذكرتم سيد بدي الجامعة، وهنا لابد أن أسألك عن دور البحث العلمي في تطوير هذه الشعبة، إنتاج أو استغلال النباتات العطرية في النشاط الصناعي. فيما يخص التجارب، هناك الجامعات تقريبا وخاصة الطلبة المتخصصين
في فرع الغابات او في البيولوجيا تقريبا، وخاصه المتخصصين في النباتات الطبيه والعطريه واستخلاص الزيوت الاساسيه. عندنا الحظيره الوطنيه على مستوى ولايه تلمسان بها اطارات وين هما ياطروا هاد التلاميذ والطلبه، وين يكون التخرج تاعهم وخاصه في المذكره تاعهم تكون حول هاد التخصصات، وخاصة النباتات هذه الطبية والعطرية وكيفية استخلاص زيوت لهذه المنطقة. ما هي تدابير المرافقة من الفكرة إلى تجسيد المشروع؟ التدابير المتخذة كما قلت لك من قبل، كان عندنا محيطات هادو سيدي بيريمتر وين درنا إعلان إدارة المنفعة، وين جاوا بعض المستثمرين وحطوا دفاتر شروط، وكانت عملية فحص هاد الطلبات، وين مدينا تقريبا 47 مستفيد من هاد الأراضي هذه اللي خصصنا هاد المحيطات. تقريبا هما راهم في البدايه، مازال ما وكاين بعض الفلاحين وين بداو في الزراعه، وبعض الاخر مازال لحد الساعه لحد الان. هل من اجراءات ايضا لترشيح النباتات العطريه، خاصه ونحن نعلم انها مرتبطه في الكثير من الاحيان بمواسم وتحتاج الى الكثير من الترشيد من اجل ضمان استغلالها بشكل جيد؟ اولا تثمين هذه الشعبه وتطويرها، شعبه النباتات الطبيه والعطريه على مستوى بلديه العريشه، يتطلب جهد كبير من طرف المستثمرين. ما تنسوش باللي عمليه استخلاص لابد من اليات ومن الات لاستخلاص الزيوت. الان في هذا الوقت الحالي هناك مشكله ثانيه للمستثمر، وين راه يستعمل الخزامه هذه سين بلونت ميديسينال سي لا لافوند، وراه عنده ديستيلري وين يستخلص الزيوت ويقوم بتسويقها على المستوى الوطني. ما يخفاش عليكم هذه الزيوت الأساسية تستعمل في جميع الميادين، منها الصيدلانية ومنها الطبية، وحنا ماذا بينا وين هاد الناس ولا هاد الشباب الراغبين في هاد واللي متحصلين على الشهادات في هذا الميدان يتقدموا لمحافظة الغابات لولاية تلمسان حتى يقدروا يستافدوا من قطع أرضية وين تكون عندهم السهولة التامة للحصول عليها. وهذا هذا الشعبه هي تقريبا، احنا عندنا في الجزائر هنا تقريبا 3000 نبته طبيه وعطريه، ولكن الاستغلال تاعها تقريبا 5%، هذه نسبه قليله مقارنه مع دول العالم. وانت تستثمر في هذه الشعبه واللي عندها فوائد واعادات على الدخل القومي للبلاد. جيد، واليوم نتحدث عن تثمين هذه الشعبة بالنظر للفرص الاستثمارية الكبيرة والتي أصبحت أيضا تستقطب الشباب، خاصة اللي عنده الأفكار وعنده الإبداع أيضا. سيد سنوسي، على مستوى محافظة الغابات كيف يتم التعامل أيضا مع من أجل تقريب هؤلاء الشباب المستثمرين من سكان هذه المناطق، ونحن نعلم العلاقة الوطيدة بين السكان وبين في المناطق الغابية وبين محافظة الغابات، اللي عندهم أيضا دور حمائي، دور ترشيد الاستغلال على مدار السنة من أجل الحفاظ على هذه الثروة؟ أولا قبل ما نوزعوا هذه الأراضي المستعملة المخصصة لغرس النباتات الطبية والعطرية، يكون هناك أفيشاج على مستوى البلديات وحتى على مستوى الدوائر وحتى الجامعات والأماكن العمومية،
وين الناس اللي ولا الشباب الراغبين في الالتحاق ما عليهم بغي يتصلوا بمحافظه الغابات لولايه المسان. هناك دراسه ملفات وهذا على مستوى لجنه ولائيه بقرار وزاري رقم 177. هذا القرار هو اللي عطي الصلاحيات لهذه اللجنه وين تقوم بفحص الطلبات وتمد الاراضي هذه حسب دراسه لكل مستثمر. عندكم امثله ربما او عينه عن الشباب المستثمر؟ بالنسبه للشباب المستثمر تقريبا الجامعات يجوا حتى يديروا لا فورماسيون عندنا ولا يديروا ولا عندنا تما كما قلت لك الحاضره الوطنيه لولايه المسان وين فيها اون ديستيلري هذه اله لاستخلاص الزيوت يجوا يديروا لا براتيك تاعهم تما وين فوا ياخذوا الشهاده ولا يجوا يتصلوا بمحافظه الغابات اللي يعطاهم قطعه ارض لاستغلالها. هذا هو طريقة العمل. جيد. الاستغلال كما قلنا يخضع لترشيد ولعقلانية أيضا بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية من هذه المشاريع في النباتات العطرية. سيد سنوسي بدي، كيف يتواصل أعوان الغابات مع خاصة الشباب من أجل توعيتهم بضرورة مرافقة هذه المشاريع بآليات حماية البيئة والمحيط؟ مشاركة أعوان الغابات في التحسيس خاصة التحسيس على مدار السنة يكون عبر طرق الإعلام بما فيها السمعي والبصري أو حتى شبكة التواصل الاجتماعي. هناك توعية تقريبا يومية من طرف أعوان الغابات فيما يخص هذه الشعبة وحتى في الحماية من تدهور للقطاع الغابي. فيما يخص الحماية كما تعرفوا تقريبا عندنا ديسبوزيتيف وهو جهاز مكافحة حريق الغابات. هذا ثاني الأعوان مجندين تقريبا كل سنة القطع العشوائي للأشجار بدون رخصة. تقريبا هناك تحسيس كامل بالنسبة للأعوان. نحن واقفون للحفاظ على هذه الثروة الغابية وحمايتها من التدهور. طيب، من أهم المشاكل والصعوبات التي يتلقاها المستثمر في هذه الشعبة كما ذكرتم منذ قليل هي مشكل التسويق. نبدأ من مرحلة التعريف بالمنتوج الوطني في مجال النباتات العطرية والزيتية. هل لكم دور في هذا تثمين هذا المنتوج المحلي الطبيعي 100% والذي في غالب الأحيان هو يتمتع بمقاييس الجودة المطلوبة ليس داخل الوطن فحسب وإنما خارجيا أيضا؟ نعم، فيما يخص العراقيل وخاصة بالنسبة للمستثمرين هناك نحن تقريبا محافظة الغابات تلعب دور همزة وصل ما بين المستثمرين وما بين الإدارات العمومية وخاصة ناخذ على سبيل المثال مديرية الموارد المائية وين باتصال باش يمنحوا رخص حفر النقب للمستثمرين وخاصة المياه. كما نعمل كذلك التدخل لدى مصالح الفلاحيه لاخذهم بعين الاعتبار عمليه الكهرباء وخاصه الكهرباء على مستوى هذه المناطق الفلاحيه لابد من الكهرباء. بالنسبه لهذه الشعبه هي شعبه غير كما بدات تتحرك هذه الشعبه. كما قلت لكم راه عندنا بريسك 3000 نبته طبيه وعطريه لكن الاستغلال تاعها تقريبا 15%. لهذا احنا ماذا بينا هاد المستثمرين وحتى رجال الاعمال هادو ولو تحكوا مع الاجانب باش نطوروا هذه الشعبه الثمينه جدا والتي تعود على البلاد بالعمله الصعبه.
أكيد، وهذا في حال طبعا وصولها إلى الأسواق الأجنبية. ما هي أهم النتائج المنتظرة من هذه الشعبة الواعدة على المدايين القصير والمتوسط؟ هذه الشعبة هي الآن تقريبا في تحرك مقارنة مع الأعوام الماضية. هناك ترويج لهذه الشعبة ومرافقة يومية للمستثمرين. نتمنى إن شاء الله تكون في تحسن مع الأيام المقبلة إن شاء الله. وإحنا هنا باش تقريبا نروج لهذه الشعبة الثمينة جدا والتي تعود بعائدات للبلاد إن شاء الله. أختم معك سيد سنوسي بسؤال عام، هو ربما في شكل رسالة تحسيسية بالتحديد من أجل المحافظة على المساحات الغابية، الدور البيئي المعروف، واليوم نتحدث عن الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يكون رافدا من روافد تحقيق التنمية المستدامة. دونك هذه الشعبه هذه شعبه هناك متعاملين وين راهم الان في حد لحد الساعه راهم يستغلوا هذه النباتات الطبيه والعطريه وعندهم استخلاص للزيوت، الا ان الترويج لهذه الشعبه يبقى دائما قليل نظرا ربما لهناك فراغ قانوني يخص لهذه الشعبه. نتمنى ان شاء الله يكونوا هذا المستثمرين في المستوى المطلوب ونحن هنا لمرافقتهم والترويج بهذا المنتوج ويكون اقتصاد غابي للوطن. جيد، ونذكر دائما ان المنتوج الوطني خاصة في هذه الشعبة يتمتع بكل مقاييس الجودة. هما كما نعطيك على سبيل المثال هذه الخزامه هي سيلا لافوند وين يديروا استخلاص منها زيوت تاعها في النباتات في الصيدلانيه وحتى في العطريه لي كوسوتوسكي كوزميتيك. دونك هاد لا بلونت ميديسينال اللي تري امبورطون وين صدر المكان تاعها وين تقريبا كانت بقوه. هذه منطقه سبدو معروفة بهذه النبتة، حتى كانت في الزمن البعيد كانت هذه النبتة كان هناك مصنع لصناعة لو بارفان هذاك شانيل على مستوى دائرة سبدو، وين نحن بغينا نعاودوا نرجعوا هذا المنطقة اللي ما كانت عليه من قبل. دونك هذا المنطقة منطقة رعوية وحنا وبها نباتات عطريه وطبيه كثيره ونذكرت على سبيل المثال الشيح والزعتر وهاد لا لافوند. احنا ان شاء الله رانا هنا باش نرافقوا كل المستثمرين ونرجع هذه المنطقه كما كانت من قبل ان شاء الله. لن نفترق في هذا التواصل المباشر دون ان ادع لك المجال من اجل رساله الى الشباب خاصه المستثمر من اجل الولوج إلى هذه الشعبة. من هذا المنبر ندعو الشباب وخاصة المتحصلين على الشهادات فيما يخص هذه الشعبة، شعبة النباتات الطبية والعطرية واستخلاص الزيوت، ينتابوا لهذه الشعبة إلى الأخشاد شعبة مهمة جدا. عندنا في تلمسان عينة من الشباب وراهم يشتغلوا وراهم يستغلوا هذا الشعبة بمعنى الكلمة. نحن هنا مرافقينهم إلى آخر دقيقة. نتمنى أن هذا المنبر الشباب اللي راه كما قلت لك راه عنده هذه الشهادة يجي يتصل بمحافظة الغابة ولاية تلمسان. نعم. ونرافقوه ونعاونوه بكل ما القدرات اللي نتقوا عليها إن شاء الله. أكتفي معكم بهذا القدر، أشكرك جزيلا محافظ الغابات لولاية تلمسان السيد سنوسي بديت، وانت معنا مباشرة من المحطة الجهوية لولاية وهران. شكرا جزيلا لكم مجددا، والشكر موصول أيضا لزملائنا بالمحطة الجهوية لولاية وهران.
ومن الحديث عن تلمسان والمساحات الغربية بولاية تلمسان إلى جيجل، الآن جيجل الساحرة إلى حظيرة تازا، هذه الحظيرة الطبيعية بأصنافها الحيوية النباتية النادرة والتي تحتاج إلى التثمين والحماية أيضا. الجولة ضمن هذه الحظيرة مع نادر مدلية. على مساحة 3807 هكتار تتربع الحظيرة الوطنية للتازا، والتي تأسست العام 84 في إطار حماية والحفاظ على التراث الطبيعي، والتي تضم كل من العوانة زيامة منصورية وسلمى بن زيادة. تحتوي الحظيرة الوطنية لتازة على 416 نبتة بالحظيرة الوطنية لتازة، منها أصناف نادرة ومحمية من طرف القانون، 135 نوع من الفطريات، 147 نبتة طبية. فيما يخص الطيور تحتوي على 131 صنف من الطيور، 39 صنف من الجواتيم، 23 صنف من الجوارح طيور الجارحة، و19 نوع من الطيور المائية والبحرية. فيما يخص الطيور عندنا بعض الأصناف النادرة والمحمية من طرف القانون، نذكر منها عندنا المقنين المعروف بالحسون، عندنا الهدهد لايفاسي، عندنا بيكي باش، عندنا بيك فار، وعندنا بيك إيبيشات وهو نقار الخشب، كذلك عندنا بلبل الأرطولان، وعندنا كذلك بعض الجوارح النادرة مثل الرخ لفوتور فوف، عندنا الحداية السوداء، عندنا الصخرة المتغيرة. غابة القروش واحدة من أهم المناطق الغابية بالحظيرة، وهي تضم أصنافاً متعددة من الأشجار والطيور النادرة والحيوانات على اختلافها. تعتبر غابة قروش من أكبر الغابات على المستوى الوطني والأجمل على المستوى الوطني أيضاً، مساحتها 10800 هكتار. فيما يخص السياحة الجبلية بالحظيرة الوطنية لتازة، حيث تستقطب الحظيرة الوطنية لتازة سنويا الآلاف من السواح، حيث يأتون إلى غابة قروش يستمتعون بجمال الطبيعة، الأصناف المختلفة النباتية والحيوانية، المناظر الخلابة. سحر جبلي من نوع آخر صنعته غابة بوعفرون بثروتها الغابية المتمثلة في حزام البلوط الفليني وأفاريس، بالإضافة إلى أصناف أخرى كالصفصاف الأسود، الكرز الغابي وغيرها. نحن نتواجد الآن في المنطقة المسمى بوعفرون الواقعة في غابة الدولة تامنتوت. كما تشاهدون أنها منطقة يعني غابية بأتم معنى الكلمة، بحيث أن الأشجار يعني فيها هي أشجار قديمة تعود إلى العهد الاستعماري أو ما قبل الاستعمار. الخصوصية نتاع الغابة هذه يعني لا بارتيكولاريتي نتاعها هي أنها فيها ثلاث أنواع من البلوطيات، تروا ديسباس دو شان اللي هما لو شان زان يعني بلوط الزان، لو شان افارس بلوط الافارس، وكذلك البلوط المشهور في ولايه جيجل اللي هو البلوط الفليلي لو شان لياج. جيجل تعتبر من بين الولايات الغابيه والجبليه، بحيث أن المساحة الغابية في هذه الولاية تتعدى 57% من المساحة الإجمالية للولاية.
هذه الغابة كذلك يعني هي حدودية لزوج ولايات اللي هما ولاية سطيف وولاية ميلا. تحدنا يعني الجبال البابور اللي تابعة لولاية سطيف على الجهة الشرقية، وأما الجهة الغربية فتحدنا جبال بني عفر تابعة إقليميا لولاية ميلا. إلى ملفنا الموالي، في إطار المسعى الدائم لوزارة البيئة والطاقة المتجددة الرامي إلى ترقية الإطار المعيشي والحفاظ على صحة المواطن ونظافة المحيط، مراقبة مستمرة لمدى استجابة المؤسسات الاقتصادية والصناعية المصنفة للمعايير البيئية. تفاصيل هذا الملف مع ضيفي في البلاتو المكلف بتسيير المفتشية العامة للبيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة سيد محمد موالي. سيد موالي، مساء الخير، أهلا بك. مساء النور وشكرا للاستضافة. شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة. إذن كما قلت في المقدمة قبل قليل، مراقبة مستمرة للمؤسسات المصنفة وتأثير أنشطتها على البيئة، هل لك أن تضعنا في صورة هذا النشاط الهام المتعلق بالمؤسسة الاقتصادية وبضرورة حماية البيئة والمحيط؟ شكرا سيدتي. في إطار المساء الدائم لوزارة البيئة، ومن مهامها الأساسي وهو المراقبة والتفتيش على كل هو مخالفات بيئية. كيف يتم ذلك؟ يتم عن طريق 58 ولاية، وكل ولاية عندنا فيها مفتشين. المجمول الإجمالي للمفتشين هما 270 مفتش على المستوى الوطني، وبزيادة تدك على ذلك عند المفتشية العامة للبيئة التي هي على المستوى الوطني فيها 5 مفتشيات جهوية. احنا كوزارة البيئة والطاقات المتجددة عن طريق المفتشين البيئة نقوم بتفتيش كل مؤسسات، كل ما هي مؤسسات مصنفة للبيئة. مصنفة للبيئة، هذه المؤسسات ترضخ لقانون للبيئة، وعن طريق هذا القانون نقوم بإصدار شوفوا كذا كاين مخالفات بيئية ولا لا. هنا المهمة تاعنا هي ليست مهمة رضعية، لازم تفهم مليح باللي حنا المهمة تاعنا مهمة مرافقة هذه المؤسسات جيد. خاصة المؤسسات الصناعية. جيد، هنا لابد أن أسألك عن من هي المؤسسات المعنية بهذه المراقبة. المؤسسات المعنية بهذه المرافقة هي كل المؤسسات المصنفة قانونيا في إطار القانون الجزائري، هو عندك الإكزيكيتيف 744 اللي يصلح لكل المؤسسات هذه الوطنية اللي تعمل في مجال البيئة. احنا نرفقوا هذه المؤسسات عن طريق المراقبة والتفتيش. احنا نعرفوا بهذه المؤسسات عندهم زوج مراحل، عندهم مرحلة يكون في مرحلة استثمار، هي كل إصدار الوثائق الإدارية من هي كما نقولوا رخص الاستغلال، دراسة تأثير على البيئة، هذه المرافقة. وثانيا كيكون في إطار الاستغلال، احنا نرافقوه كمفتشي العامة للبيئة، مفتشين نرافقوه نراقبوه باش نمشيو معاه باش يحسن كل ما هو نعرفوا باللي البيئة فيها بيئة للهواء، هي فيها السوائل وفيها خاصة الصلبة كل هي لي ديشي سوليد. احنا نرافقوه باش يحترم كل المعايير حسب القانون الجزائري. ما هي اهم هذه المعايير التي تضمن حماية البيئة وتضمن ايضا استمرارية النشاط الصناعي؟ اولا ثانيا هي اولا لازم تكون عنده رخصة استغلال. قبل الإجابة على هذا السؤال سيد موالي أستسمح قليلا، ابقى معي. شكرا. أعود إليك بعد سيدي. قليلة شكرا. مشاهدين تمام الرابعة الآن بتوقيت الجزائر، مباشرة إلى استوديو الأخبار. أوفياء إخبارية التلفزيون الجزائري، مستمرون معكم إلى تمام الخامسة. نواصل الحديث عن برنامج المراقبة المستمرة للمؤسسات المصنفة الذي تقوم به وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وذلك بمعية السيد محمد موالي المكلف بتسيير المفتشية العامة للبيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. سيد موالي، أهلا بكم مجددا. كنا نتحدث قبل قليل عن طبيعة المؤسسات المعنية بهذه العملية. المؤسسات المعنية بهذه العملية هي مؤسسات نسموها المؤسسات المصنفة. هذه المؤسسات
هي طبق القانون الجزائري كان مرسوم تنفيذي 0744، هو حطت لك كل هذه المؤسسات المصنفة المصنفة. هذه المؤسسات احنا وزارة البيئة والطاقات المتجددة وفي إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن نتبع هذه المؤسسات للإفرازات البيئية، وهذه الإفرازات البيئية لمراقبة هذه الإفرازات البيئية عندنا الإفرازات الهوائية أولا، هذه اللي تسبب أمراض كثيرة. عندنا السوائل، مصبات السوائل، يعني عندنا مشكل على نوعية المياه، المياه كنقولوا المياه الطبيعية، هي مياه البحار، هي مياه المدوان الوديان، وهذه المياه الوديان تصب إلى الإنسان الذي يستهلك هذه المياه، لازم تكون كما نقولوا كنوا نظيفة وكون نوعية جيدة جدا. وكذلك عندنا النفايات الصلبة، حنا وزارة البيئة والطاقات المتجددة تمشي مع هذه المؤسسات المصنفة اللي ترافقه بعد توصيات وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، تقولنا دائما الوزارة البيئة احنا خدمتنا الأساسية هي مرافقة هذه المؤسسات. نعم. علاش؟ باش نربحوا ان شاء الله بربي البيئة اولا، وثانيا نربحوا الاستثمار هذا الاقتصاد هذايا، وثاني كنربحوا اليد العاملة. جيد. وايضا مستثمر يهتم بالبيئة، وهذا هو الرهان الذي ترفعه الجزائر. ما هي أهم أنواع المخالفات المسجلة في إطار عمليات التفتيش؟ في إطار عملية التفتيش شفنا قمنا بأكثر من 3600 زيارة تفتيش في السداسي الثاني. هذا العمل خدمناه في عملناه على مستوى 58 ولاية على المستوى الوطني بالمفتشين البيئة، وقينا من خلالها لقينا 3375 مخالفة بيئية. داخلها 373 مخالفة بيئية، لقينا كاين مخالفة 1416 مخالفة إدارية. اسم هذه المؤسسات المصنفة ما عندهمش رخصة الاستغلال. احنا نمشوا معهم، احنا تانيك درنا قانون جديد او وزارة البيئة باش نمشوا مع المؤسسات باش تكون الوضعية تاعهم الإدارية غير مخالفة للقانون. لقينا 270 مخالفة بيئية تتعلق بتلوث الهواء، انبعاثات الهوائية. لقينا 96 مخالفة تتعلق بالضوضاء، ضوضاء كان قانون تانيك جزائري. لقينا تانيك 215 مخالفة متعلقة بالمصبات السائلة الحضرية، هي السائلة هي تاع المنازل. كاين 560 مخالفة متعلقة بالمصبات السائلة الصناعية، وهنايا تدخل كل المؤسسات المصنفة. لقينا 1900 مخالفة متعلقة بالنفايات الصلبة الحضرية الخاصة والخاصة الخطيرة. هذه المصبات، هذه النفايات الصلبة هي خاصة هي خاصة الصناعية، باسكو هي فيها صناعية خطيرة. وكذلك في الأخير لقينا 120 مخالفة تتعلق بالأواسط المستقبلة، هي الأواسط الطبيعية، منها الوديان، منها الأراضي، أراضي فلاحية. لقينا هذه المخالفات، وعن إطر هذا كاين إصدرنا مخالفات. لقينا المخالفات، لقينا عقوبات. هذه العقوبات هذو يصدرهم شكون يديرهم؟ هي اللجنة لمراقبة لهذه المؤسسات المصنفة على المستوى الولائي اللي يترأسها السيد الوالي. وهذه بعد الخروج هذه اللجنة هذه المتكونة من المصالح البيئة، مصالح المياه، مصالح الصحة، مصالح العمل، هناك كل كثير من المصالح التي تتكون هذه اللجنة. بعد خروج اللجنة هذه دارت الزيارة وشافت كاين مخالفات. نعم. تعمل مداولة ومعك تصدر مخالفات. هذه المخالفات يكون عن طريق إعذار أولا، أو عن طريق غلق مؤقت أو غلق نهائي، أو توصيات أو استدعاء أو إنذار. حنا واش لقينا؟ لقينا مدينا إعذار 375 إعذار، وفي الغلق النهائي لقينا كاين غير 12. هنا يدل باللي وزارة البيئة والطاقات المتجددة جيد. ترافق هذه المؤسسات. بصح كاين آليات لمرافقة هذه المؤسسات، آليات المرافقة حتى قبل عملية التفتيش، ألا وهي التحسيس وحتى التحفيز بضرورة احترام المعايير الصديقة للبيئة. نعم، شكرا. هذا حاجة مهمة جدا. وزارة البيئة عندها أربع مؤسسات تحت الوصاية،
هذه المؤسسات الوصاية هذو خلقتهم باش يرافقوا هذه المؤسسات المصنفة اللي هي أولا لمراقبة نوعية السوائل أو الانبعاثات الهوائية. عندنا المصدر الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، هذه مؤسسة. عندنا ثانيا كنحبوا هذه لمرافقة هذه المؤسسات، عندنا لو سونت ناسيونال تكنولوجي لو سي ان تي بي بي لكيفية معالجة المشاكل في إطار النفايات الصلبة. عندنا الوكالة الوطنية للنفايات اللي تقدر ترافق هذه المؤسسات. وأخيرا في إطار تحسيس والتكوين هذا صح أصحاب المؤسسات وخاصة المندبين البيئيين داخل المؤسسة، عندنا لو سي ان اف كونسيرفاتوار ناسيونال دو فورماسيون لافيرونمون. هنا وزارة البيئة كما نقولوا رافقت راح ترافق هذه المؤسسات في كل المجالات البيئية، وهذا احتراما للبيئة وخاصة احترام لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن. جيد، في الأخير فقط سيد موالي، متى تتم هذه العمليات، عمليات التفتيش، وما هي الإضافة المقدمة للمؤسسة؟ هنا نتحدث عن المؤسسات التي تحترم كل الشروط المتعلقة بالبيئة. الإضافة لهذه المؤسسات إن شاء الله بربي رانا في إطار نحن نعاونوا هذه المؤسسات بالتقنيات. عندنا برامج رانا نخدموا فيها مع وزارة البيئة والطاقات اللي تخدم فيها وزارة البيئة لمرافقة هذه المؤسسات التي تحترم البيئة. هذه عن طريق إن شاء الله بربي نجيب لهم ديزيكسبر اللي عندهم مشاكل بيئية، راح يعاونوهم في المشاكل البيئية هذه. إذا كان حنا مادا بينا كما يقولوا تكون التلوث صفر، حنا باش نلحقوا ليه تدريجيا، وباش تدريجيا هذا باش نلحقوا ليه بالمرافقة التقنية، خاصة التقنية عن طريق حنا المؤسسة، حنا وزارة البيئة والطاقات المتجددة تقدر تجيب لهم تقنيين اللي يرافقوهم هذا كما يقولوا ديزيكسبير مام ديزيترونجي، ونجيبوا الخبرة من الخارج باش نرافقوا هذه المؤسسات باش تقليص من هذا التلوث. كيف هو أو ما هي آفاق هذه العمليات، عمليات التفتيش والمراقبة وأثرها على حماية البيئة مستقبلا؟ مستقبلا احنا ماذا بينا يكون كيروح المواطن يروح يجي موسم الاصطياف، كيروح الاستجمام يروح للبحر يعوم يلقى المكان نظيف. احنا ماذا بينا نهار الإنسان المواطن الجزائري يستهلك المياه في المنزل ميناء مياه نظيفة، وكذلك يستنشق هواء نقي. هذه هي الآفاق. احنا لزوبجيكتيف تاع وزارة البيئة والطاقات المتجددة هي تحسين الإطار المعيشي للمواطن. كي نقول تحسين الإطار المعيشي للوطن هي تحسين كل ما يدور بالمواطن بالإنسان كمجال السوائل الهواء والنفايات الصلبة. أشكرك جزيلا سيد محمد موالي المتلف بتسيير المفتشية العامة للبيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. شكرا سيدتي. مشاهدينا أمر معكم إلى تلمسان الآن، حيث تتواصل فعاليات الملتقى العلمي لإحياء الاحتفال المزدوج باليوم العالمي الدولي للغات الأم والأسبوع الإفريقي للغات. من ولاية تلمسان يلتحق بنا الزميل سفيان مغنين ليوفينا عن جديد هذا الملتقى المتواصل. سفيان مساء الخير.
عدنا إذا مجددا إلى بلاتو الظهيرة، الموضوع المتعلق بتلمسان الذي أعده الزميل سفيان مقنين يأتيكم في نشراتنا الإخبارية اللاحقة. الآن نمر إلى ملفنا الأخير في عدد اليوم، سوف نتحدث عن الاستثمار الثقافي وحتمية تفعيل المشاريع الاقتصادية في هذا المجال من خلال استغلال القدرات الشابة وأيضا الاعتماد على الآليات والتحفيزات التي تقدمها الدولة في الموضوع. أسعد كثيرا بالترحيب بالبروفيسور عبد القادر دحدوح. بروفيسور مساء الخير، أهلا بك. مساء النور لكم ولكل مستمعي الكرام. شكرا لك على قبول الدعوة. بداية، هل لك أن تعرف لنا الاستثمار الثقافي، الاقتصاد الثقافي؟ هي عديد العبارات التي تتداول مؤخرا والتي تتماشى مع استراتيجية الجزائر من أجل استغلال الموروث الكبير المادي واللامادي التي تزخر به بلادنا. فعلا الاقتصاد الثقافي من المصطلحات الحديثة جدا التي ظهرت على الساحة العالمية، وفي الحقيقة هو يشمل أيضا بما يعرف بالاقتصاد الإبداعي أو الاقتصاد البنفسجي، وهو يشمل عدة مجالات تخص الصناعات الثقافية والإبداعية بما فيها فنون الأداء، فنون العروض الحية، التراث الثقافي والطبيعي، كذلك الحرف والصناعات التقليدية، السمع البصري، الصناعة السينماتوغرافية، فنون أو صناعة الكتاب والنشر عموما. وبالتالي هو يشمل عدة يعني مجالات، وفي الحقيقة يعني الدولة حتى يعني لاحظنا منذ تقريبا 3 سنوات ظهور مصطلح الاقتصاد الثقافي والصناعات الثقافية وتداولها، في بداية من التزامات سيد رئيس الجمهورية في التزامه 19 والتزام 20، لاحظنا وجود هذه المصطلحات. أيضا كذلك في مخطط عمل الحكومة هو الآخر وردت مثل هذه المصطلحات التي تدل على أن هناك اقتصاد ثقافي، صناعة ثقافية ضروري الاهتمام بها والالتفات إليها وإعطائها أهمية كبرى لتوظيفها في التنويع الاقتصادي للجزائر. ما هي مقومات ومرتكزات بعث الاستثمار في المجال الثقافي بالنظر إلى المعطيات التي تزخر بها الساحة الثقافية في الجزائر؟ فعلا ما تزخر به الجزائر من مقومات ثقافية تخص عدة مجالات هي كلها تدخل ضمن الصناعات الثقافية. نأتي ربما بأولها ما يخص التراث الثقافي والطبيعي. طبعا فالجزائر تضم أزيد من 1048 موقع مصنف كتراث وطني، أزيد من 15,000 موقع محصى وتم جرده مؤخرا، بالإضافة إلى هذا تضم حوالي 55 متحف على المستوى الوطني، تضم 7 حظائر ثقافية على المستوى الوطني. طبعا بالإضافة إلى هذا تراث ثقافي غير مادي هو الآخر ثري جدا ومتنوع، سجلت فيه الجزائر حوالي 10 من التراث الثقافي غير المادي المصنف ضمن التراث العالمي، وهي تحتل بذلك المركز 28 والمركز الثاني على المستوى العربي، بالإضافة إلى 7 مواقع مصنفة كتراث عالمي ما يجعلها تحتل المركز 43 على المستوى الدولي. وبالتالي فالتراث الثقافي بصفة عامة من خلال هذه المراتب التي تحتلها الجزائر يجعل منها مركز استقطاب سياحي وأحد المجالات التي يمكن اعتمادها واستغلالها في تنويع الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى هذا تزخر الجزائر بكوادر فن يعني إبداعية أو من الكتاب والمبدعين الأكاديميين وغير الأكاديميين الذين يمكن أن يشكلون منطلق أساسي لبعث صناعة الكتاب والنشر في عمومها. وللإشارة هنا بأن الجزائر تضم تقريبا ما يزيد عن 100,000 حامل لشهادة الدكتوراه، وبالتالي هذا عدد كبير جدا يمكن أن يكون خزان لبعث صناعة حقيقية في مجال صناعة الكتاب. وما نسجله للأسف الشديد أنه أحيانا يلجأ الباحث والكاتب والمؤلف الجزائري إلى نشر كتابه في دور يعني طبعا أجنبية، والأولى بذلك أن ينشر طبعا في الجزائر ونبعث صناعة كتاب على المستوى الجزائري. ولا شك بأنه يعني كثير من الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار لبعث هذه الصناعة. سألت عن الإجراءات
الإجراءات، كيف يمكن تثمين كل هذه الموروثات الثقافية بمختلف أطيافها وأنواعها بالعودة إلى الآليات المتخذة من أجل خلق قاعدة وطنية لبلورة مشاريع في مجال الاقتصاد الثقافي؟ فعلا كنا رأينا عدة إجراءات قامت بها طبعا وزارة الثقافة والفنون ووزارة السياحة على اعتبار أنهما يعني قطاعين الصناعات الثقافية التابعة لهما طبعا، بما في ذلك السياحة الثقافية، الصناعات والحرف التقليدية التابعة طبعا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وكذلك وزارة الثقافة والفنون على اعتبار أن التراث الثقافي وصناعة الكتاب والصناعة السينماتوغرافية وغير ذلك من المجالات الصناعية التابعة لها. وبالتالي رأينا عدة إجراءات في هذا الإطار من خلال خلق بوابات إلكترونية ومنصات رقمية للترويج لوجهة الجزائر كوجهة سياحية، من خلال مراجعة بعض القوانين التي تخص بعض المجالات الصناعية على غرار ترسانة قانونية تم مراجعتها في سنة 2021 بالنسبة لصناعة الكتاب. وطبعا ما زالت هناك عدة قوانين في طور مراجعتها طبعا تخص مجالات طبعا أخرى. بالإضافة إلى هذا لاحظنا أنه بعث أو تنظيم منتدى اقتصادي للاقتصاد الثقافي على المستوى الوطني، بالإضافة إلى هذا تنظيم اللقاءات في هذا الإطار لجمع بعض الفاعلين من الشباب المبدعين في المجال الثقافي. ورأينا عدة يعني بوادر لبعث صناعة رقمية ثقافية، وبالتالي هناك بوادر كبيرة في هذا الإطار. هناك إجراءات بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار قانون الاستثمار الجديد، في إطار الآليات التي أعدتها وخلقتها من أجل دعم هؤلاء المستثمرين الشباب في مختلف المجالات بما فيها المجالات الصناعات الثقافية. في رأيك ألا يحتاج الاستثمار الثقافي إلى تحفيز أكثر من المشاريع أو الاستثمارات الأخرى بالنظر لطبيعة هذا الاستثمار، خاصة وأنتم ذكرتم قانون الاستثمار الجديد إلى جانب الآليات القانونية وإلى جانب مختلف التدابير والإجراءات؟ ألا يعتبر التحفيز من أهم عوامل بعث اقتصاد ثقافي حقيقي؟ أكيد التحفيز هو ضروري جدا لدعم الاستثمار ودفع الاستثمار الخاص خاصة في مجال الصناعات الثقافية. ولا شك أن الدولة فعلا يعني خلقت عدة آليات لدعم هذا التحفيز من خلال صناديق الدعم الإنتاج الفني والأدبي والسينمائي، وكذلك عدة مؤسسات ذات طابع عمومي واقتصادي تابعة لوزارة الثقافة والفنون وحتى وزارة السياحة، كلها تدعم طبعا الإنتاج والتوزيع الثقافي والفني في على المستوى الجزائري. وعليه هناك عدة تحفيزات بالإضافة إلى تحفيزات ضريبية على هذه المؤسسات، خاصة المؤسسات الناشئة والناشطين والفاعلين في حقل صناعة الكتاب أو غيرها من الصناعات الفنية. يعني هناك تحفيزات في هذا الإطار هذا، ولكن يعني طبعا يبقى ربما التحفيز أكثر، ربما تنظيم تظاهرات على مستوى أكبر لفتح المجال للتعريف أكثر بمثل هذه التحفيزات، خاصة بالنسبة للفاعلين في والمستثمرين في هذا المجال. ذكرتم منذ قليل المؤسسات الناشئة، الحديث عنها يقودنا إلى الحديث عن الشباب، هذه الآلية أو الطاقة الكامنة في المجال الثقافي من خلال مشاريع مبدعة وخلاقة للثروة بأفكار جديدة، كيف يتم استغلال هذه القدرات الشبانية؟ خاصة نعود إلى الجامعة، الخزان الرئيسي لكل هذه القدرات من أجل تشجيعهم على دخول عالم المقاولاتية، ولكن عن طريق مشاريع متعلقة بالساحة الثقافية. صراحة لمسنا في الميدان يعني عدة كفاءات وإطارات شابة لها إرادة قوية لخوض الاستثمار في مجال الصناعات الثقافية، وهي تشمل عدة مجالات، خاصة ميدان الرقمنة، رقمنة التوزيع والإنتاج الثقافي والفني. وبالتالي الأفكار موجودة، المبدعين طبعا موجودين، يبقى فقط احتضان مثل هذه الأفكار،
احتضان هؤلاء الشباب، وربما تبدأ الفكرة من خلال غرس ثقافة المقاولة وتعريف بآليات دعم هذه المؤسسات على مختلف المؤسسات الثقافية. وكانت فيه طبعا وزارة الثقافة والفنون بادرت إلى مثل هذه الأعمال، ولكن ربما تحتاج إلى تفعيلها ميدانيا بشكل أكبر وأوسع لتصبح في كل ولاية على الأقل دار مقاولاتية للصناعات الثقافية، تعرف وتستقطب هؤلاء الشباب وتعرفهم بمختلف الآليات التي سخرتها الدولة لدعم مثل هذه الأفكار ومثل هذه المؤسسات. فعلا خلال السنتين الماضيتين لاحظنا بروز بعض المشاريع الرائدة في مجال الاقتصاد الثقافي، ألا ترى أنه اليوم نحن بحاجة إلى توسيع هذه المشاريع لتشمل كل ربوع الوطن لكي نتحصل على بطاقية وطنية تعنى بالمشاريع الثقافية؟ الكمية مهمة ونوعية المشاريع تبقى دائما أهم، كيف يمكن توسيع دائرة مشاريع الاقتصاد الثقافي لتشمل كل الوطن؟ فعلا هذا يفترض أن يكون هو الهدف الأساسي للعملية، من خلال قلت تنظيم هذه الفئات الشبانية على المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، من خلال عقد جلسات محلية ثم جلسات وطنية في مختلف المجالات الفنية والأدبية، وبالتالي خلق بطاقية وطنية وإحصاء لكل هؤلاء الفنانين والأدبيين والمبدعين. صحيح أن هناك بطاقة الفنان وهي الأخرى مرجعية أساسية في إحصاء هؤلاء الفنانين والمبدعين، ولكن تبقى ربما آلية دار المقاولاتية هي آلية جد هامة على اعتبار النتائج التي حققتها على مستوى الجامعة، وبالتالي يمكن تطبيقها في المستوى على المستوى الثقافي، خاصة وأن هناك عدة مؤسسات تكوين تابعة سواء بالنسبة لوزارة الثقافة والفنون أو لوزارة السياحة، وبالتالي خلق هذه الآلية من شأنه أن يساهم أكثر في إحصاء هؤلاء الشباب المبدعين وتوسيع أفكارهم ووجود تلاقح لأفكار هؤلاء المبدعين على المستوى الوطني، بدل ما يكون أنه كل فرد ولا كل صاحب فكرة منزوي ومنطوي على نفسه، وبالتالي خلق هذه الفضاءات والتظاهرات الوطنية للمبدعين في مجال الصناعات الثقافية، صالون وطني للصناعات الثقافية، تظاهرة وطنية للصناعات الثقافية، من دون شك سيخلق لنا قفزة نوعية في استقطاب من جهة، وفي نفس الوقت دفع والتحفيز على الاستثمار في المجال الثقافي. جيد. بروفيسور دحدوح، وبنظرة استشرافية برأيكم، ما هي مؤشرات مساهمة الاستثمار في المجال الثقافي في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة ونحن نتحدث عن ولايات 58 حتى المناطق المعزولة اللي عندها قدرات ثقافية هائلة، كيف يمكن تحقيق قفزة تنموية بالاعتماد على هذا النوع من المشاريع؟ صراحة هناك مؤشرات جد إيجابية، وتبدأ من 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 الأساس من السيد رئيس الجمهورية الذي ذكرت بأن في التزاماته الدفع بالصناعة الثقافية إلى الأمام وخلق صناعة ثقافية وجعلها ضمن مسارات تنويع الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت مخطط عمل الحكومة هو الآخر يدعم ويحفز، وبالتالي هناك إرادة، هناك عزيمة، هناك إصرار، هناك عدة إجراءات وآليات تقوم بها وزارات الثقافة والفنون ووزارة السياحة، وبالتالي هناك مؤشرات جد إيجابية، بالإضافة إلى بعض الأرقام التي تظهر بين الفينة والأخرى فيه كان بخصوص شهدنا كلنا تقريبا في عطلة شهر ديسمبر عدد السياح الذين تم استقبالهم في الصحراء الجزائرية، وهو عدد كبير جدا، وهذه طبعا هي كلها مؤشرات تصب في هذا الباب، ما يجعلنا نتفائل كثيرا وكثيرا في هذا الإطار، خاصة أنه الجزائر كفاءات كبيرة جدا في مختلف الصناعات في مختلف المجالات الفنية والثقافية، ما يجعل منها خزانا يمكن استغلاله لدفع الصناعات الثقافية إلى الأمام لتسجل أرقام أحسن مما كانت عليه في السابق طبعا. ويمكنها طبعا من خلال هذه الآلية ممكن أن تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، في خلق مناصب شغل، خاصة وأنه منظمات عالمية تحصي بأن الصناعات الثقافية تشغل أزيد من 29.5 مليون منصب شغل، وبالتالي عدد كبير جدا، وتدر أزيد من 2250 مليار دولار سنويا، وبالتالي أرقام كبيرة جدا، ما يجعل من
من الدفع بالصناعات الثقافية والتحفيز على الاستثمار في المجال الثقافي سيساهم بشكل كبير وكبير جدا على التنويع الاقتصادي الوطني. طيب نقطة أخيرة، كيف هي اليوم العلاقة بين العالم الاقتصادي وبين المبدع؟ هل يمكن لنا أن نخلق تلك الشراكة المنشودة، أن المبدع يقوم بالعمل الإبداعي ولكن يجد ذلك الشريك الاقتصادي الذي يتبنى المشروع من الناحية الاقتصادية؟ فعلا يعني لا يكون هناك عالم اقتصادي بدون مبدع، فالمبدع هو الحلقة الأولى بالنسبة للعالم الاقتصادي بالنسبة للصناعة الثقافية وغيرها من الصناعات، وبالتالي لابد أن تكون هذه العلاقة. ومن دون شك قلت مثل عقد هذه الصالونات، مثل عقد هذه التظاهرات، هي التي تقرب بين المبدع وبين الناشر والموزع والمنتج وغيره. أشكرك جزيلا البروفيسور عبد القادر دحدوح المختص في التراث الثقافي على كل هذه التفاصيل. العفو. مشاهدينا، بالحديث عن التراث الثقافي نصل إلى ختام عدد اليوم. أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي خدمتهم طيلة عمر هذا المباشر. إلى اللقاء.